ثورة وأطاح بفلان، لو بعدين حضرتك هتعمل إيه؟ نعم مفيش. فيبتدوا يتنقسم لجماعات، واحد عايز يبقى شمال قوي، واحد على يمين قوي، واحد عايز. فبص تلاقي إيه، العملية الفوضوية هي اللي بتسود وتقود إلى حرب أهلية زي في السودان. السودان حصلت برضو ثورة وجابوا حكومة مدنية، وقال لك مجلس السيادة والحكومة، وبعدين قال لك في حاجة اسمها المكون العسكري والمكون المدني. بدأت الكارثة من هنا بقى، نعارض المعاون كسر، فيطلع واحد ياخد بالك عميد ولا مش عارف ايه، يقول لك انا هاخد القوه بتاعتي علشان انا مع المكون المدني. فتبتدي الحرب الاهليه السودانيه. هم شايفين العمليه بقى. شوف بقى مين جماعه، كان بايدن بيقول ايه يا من الحمله الانتخابيه بتاعته عن مصر، ولما النهارده بيعمل ايه، ده اتكلم مع الرئيس 3 مرات خلال الفتره القصيره الماضيه، انك انت عندك خلال شهر واحد 3 مرات عندك عمد للاستقرار في المنطقه، مصر والسعوديه هم راسهم، الاردن، الامارات، الخليج، وانه دي دول بتبحث عن الاستقرار، عن التنميه، عن النمو، عن الدخول في العالم المعاصر للذكاء الاصطناعي. يعني الامريكان الهيمنه بتاعتهم في العالم قايمه على انه يبقى في هيمنه على بلاد غنيه، بلاد بتفكر، بلاد بتضيف للعلم، لانها ده بيخليهم سوق واسع. يعني هم الدوله الوحيده اللي اعادوا بناء اليابان او اعاده بناء اوروبا او اعاده هكذا. فهم حكايه انه في عندك فرصه كبيره في الشرق الاوسط للتواجد على اجهزه استثماريه، سوق واسعه الى اخره. فانما يعني حل المشكله دي ممكن جدا الجماعه اللي في الشرق الاوسط دول اللي هم احنا يعني هيعملوه. يعني نحاول ازاي نبني جسر. يعني لما جم الاماراتيين والجماعه دول، الناس برضو زي ما زعلوا مننا زعلوا منهم، ده بتعملوا تطبيع ومش عارف المفروض كنتوا تاخدوا ثمنه الاول، نفس الكلام اللي اتقال عندنا. لكن هم طبعا يعني في اثقال هنا، يعني مصر، الخليج قالوا خلاص، يعني اللي هم الامارات والبحرين خلاص، يعني بدل الفلسطينيين. يعني حاجه واحده ان هو كان نتنياهو عايز يضم الضفه الغربيه، انه خدوا منه تعهد انه لا يقوم بعمليه الضم. هم ده هو دلوقتي الجماعه سموتريتش وجافير عايزين يضم الضفه الغربيه. يعني عندهم مشروع كده اسمه زي بورتريكو. بورتريكو دي موجوده يعني جزيره صغيره في امريكا، فيها شعب يعني شبه مستقله، لكن بيشاركوا في الانتخابات الامريكيه، لهم حق، لكن ما ينتخبوش حد منهم، ما فيش ممثلين في الكونجرس لهم حق التصويت. يعني فورمولا كده تديهم نوع من المواطنة، شوية سياسة إلى آخره. فهم عايزين الفلسطينيين يبقوا كده، أو ده أحد المشروعات اللي بتتقال يعني.